اهلا وسهلا مشاهدين ميشيل الان في التحرير الملك العوبي. كما كتعرفوا ان اليوم الا وبعد هذا الشهر هذا الان ولا احتلال الملك العام بصفه عامه، اليوم جميع القياد اللي التحقوا بالاداره او بالمقاطعه ديالهم الا ان كيشوفوا هذا الشيء. هذا يعني الصراحه التحرير الملك العوبي هنا كتوجدوا هنا بمنطقه يعني تامن صورت منطقه حربيل، كما كتشاهدوا يعني بعد الخروقات اللي كتشاهدوا ان الملحقه الاداريه القائد الملتحق الحربي كما كتشاهدوا يعني كل واحد سابق انذار الناس البائعين او الناس من هاد المحلات هادو الاصدقاء كما كتشاهدوا المشاهدين. يعني هنا الان يعني احتلال الملك العبوبي كما كتشاهدوا اي حاول لهذا الكتابه يعني احتلال الملك العام. يعني خصوصا كنعرفوا هذه الايام انه هي هذه الايام كاينه الصراحه انه كاينه بعض الفوضى هنايا كما كتشاهدوا، لانه باش يكون هذا الازمان يعني في شارع عام يعني في شارع رئيسي تدخل السيد القائد الملحقه الاداريه الحربيل الان وقف على التحرير هذا الملك كما تشاهدوا مشاهدين قناه ميشيل. قرار صارم ديال القائد الملحقه الاداريه ديال حربيل كما كتشاهدوا الصراحه الاول باش يعني غمال المشاهدين في مدخلية كما كتشوفوا جامعة حربية